يقول السائل: رجل كبير السن جاء من بلاده يريد العمرة، فمر بميقات المدينة فأدركه المرض، فلم يغتسل ولم يلبس ثياب الإحرام، وهو الآن بمكة، فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان عدل عن نية العمرة لما مرض، عدل عن النية ولم يرد عمرة وجاء فهو لا يريد العمرة، ولكنه لما وصل هنا شهي وأراد العمرة، يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ويؤديها.